جوري أنا آسفة كثير، كنت عم ضب طاولة حضرتك وفجأة نسيت حالي وشردت. شو رأيك فيهم؟ بجننوا، يعني الخطوط وكل شيء، ومميزين، ما شفت مثلهم أبدا، كلهم في عليهم بصمة طوليب سباهي. بعدين مختلفين كتير عن أي تصميم ريترو فيتوريستيك العاديين. ريترو فيتوريستيك، واضح انك متابعة الموضة عن قريب كتير. نسيتي اني متخرجة من قسم التصميم؟ موضوع المنحة اللي قدم لك اياها ابي. نسيتها. ايه، بصفتك حدا مهتم بمجال الازياء، عندي فضول اعرف رأيك بالتفصيل. حابة تعرفي شو رأيي بالموضوع؟ عن جد عم تحكي؟ ليش بالعادة في بيناتنا مزح؟ كلهم مبين عليهم كاملين، بس مثلا وينه؟ تصميم رقم 3، هلا الشال مع التنورة المايلة للشورت، الخط العثماني داخل أكتر من اللازم، والتنورة طلع عصرية أكتر من اللازم كمان. بس بالنسبة للشغل اللي أطراف التنورة مغطي على العصرية والتراث مع بعض، برأيي الفرق اللي بين الستايلين مخربط شوي. مثلا إذا محيت شوي من الشغل بأصابيعي هيك بيظهر معنا خط واضح أكتر، وبقدر شوف اتحاد مبدئين متعاكسين وبكل وضوح. طبعا قصدك العصرية مخفية تحت الستايل التقليدي. صار فيكي تطلعي، تركي، قلتلك تطلعي. طبعا بالإذن من حضرتك. غبية، يقطع عمرك يا جوري، شو طلعتي وحدة غبية؟ لك شو جابك تتفهمني على طوليب سباهي بهالكلمتين؟ قال شغلك مغطي على العصرية والتراث. إن شاء الله بتموتي يا جوري، الله ياخدك. مرحبا، كيفكم؟ أهلين بنتي. اختي فاقت ولا لسه؟ ايه فاقت بعد ما طلعتي، وكانت مستعجلة. جهاد، بتحب هذا النوع من الألعاب؟ أكيد أبوك هو اللي علمك كيف تركبها. صحتين وهنا. عمر بيك قاعد فوق. وين فوق؟ عن جهاد بيك. ليش خير؟ شوفي.
ما في شيء، فكرته طالع لعند حضرتك بس دخل على غرفة جهاد بيك. خمسة آلاف قطعة. مو صعب عليك تركب كل هالقطع لحالك جهاد؟ بتحب ركبهم معك؟ جوريو هي بتساعدني. شو رأيك ناديلة؟ ما بدي. لك انتي شو عم تعملي؟ عم تتجسسي على جهاد جوري؟ لا مو هيك. لكن شو؟ لزقانة بالباب وعم تتسمعي مو؟ لتحت بسرعة. يلا لشوف. شوفي تولي بخير؟ كانت واقفة وعم تتسمع عليكم، ما بصير أبدا تتصرف هيك تصرف. ما تكبري القصة. ما عم كبرها وبعرف كثير منيح شو كانت عم تعمل. بتوقع إنه نيتها ما كانت سيئة. بعدين لا تنسي إنه جوري بتكون صديقته لجهاد. وهي قالت ما بسمح للخدمي اللي ببيتي يتصرفوا بهالطريقة. طيب اهدي شوي وبعدين بنحكي بالموضوع. جوري يبدو أن توليب اليوم مرايقة أبدا، لهيك لو سمحتي لا تكبري الموضوع كتير وتضايقي حالك. ماشي؟ لا أنا غلطانة مزبوط، الخانم عنده حق تعصب لأنه أنا فعلا غلطت وأنا فورا رايحة أعتذر منها. جوري لو سمحتي روقي شوي، توليب لساتها معصبة، خليها تروق وبتعتذري منها. بعرف منيح انه الشيء اللي عملتيه مو بنيه سيئه، وتوليب كمان بتوقع انه عنده فكره عن هذا الشيء. توليب خانم عنده حق بكل شيء، ما حدا بيقبل تتجسس عليه ببيته وخصوصي بالموضوع اللي بخص جهاد. جهاد ما بيعرف انه توليب خانم بتحبه كتير، يمكن لانه ما بتعبر له. توليب سباهي ما بتعبر مثلنا لأنها مانا عادية، وحدة مبدعة كمان ذكية كتير، نظراتها بتفوت لجواتنا وبتقدر تعرف بشو عم نفكر. لهيك الخانم معها حق تعصب مني لأني أنا عن جد غلطت. هلأ أنتي عن جد معجبة فيها؟ ليش في حدا بالدنيا ما بتعجبه توليب؟